السلامة. أحلام كانت فنانة معروفة غنت في تونس والبرة، واسم الشهرة متاحها سندريلا، لكن سندريلا عرست وجابت صغار وعاشت أيامات صعيبة برشا بدلوها، لدرجة أنه كيف تشوفها قبل وتوا تظهر مش نفس المرأة. مهمتنا اليوم في السر اللي فيك نحاولوا نرجعوا أحلام كيما سندريلا. موعدنا أرضك يا بلدنا، مهما الأيام تبعدنا، موعدنا أرضك يا بلدنا. ديت الأغنام اللي أنا صغيرونة. فنانة منشطة وممثلة أحلام حوجي المعروفة بسندريلا كان قدامها مستقبل كبير في الفن والأعلام، عرفت الشهرة والأضواء في تونس سوريا ومصر. حلم سندريلا توقف وحياتها الكل تبدلت، والسبب هو خيارات تعتبرهم هي غلطة قلبولها حياتها وخلوها تفقد الثقة في روحها. سنوات قليلة كانت كفيلة باش سندريلا تختفي ورا امرأة أخرى. ملي أنا صغيرة نمثل وحدي في الدار، نغني نشطح شوي بشوية، حتى لين هكا تعرفت على العباد ولا فمك المسابقات اللي تصير في التلفزة وليت نمشي نشارك، حتى لين صادفت أني أول حاجة مثلت حكاية العربي، وبعدها جاي المسلسل اللي بعده جاي المسلسل اللي بعده، شوية شوية لقيت روحي نجم نقدم برامج، عملت زيادة زوز برامج في التلفزة، قلت نطلع لمصر هكا تقدم أكثر في خدمتك تزيد من عرش هكا كيما الفنانين الكل، نحلم نحب نولي مثلا فنانة عربية. مشيت وأول ما خدمت في ذات صوت العرب، شوية شوية وليت معتمدة. ليزي اللي بنيت عمرها كامل وتعبت عليه مشي زيد، حتى فيزيكما سندريلا تبدلت برشا، زادت في الميزان وجهها ولا كبير وتعب، بالرغم اللي عمرها 39 سنة أكهو. روحت لتونس في الوقت ذاك بالذات، أنا كنت تعرفت على راجلي المغربي، قررت قلت نبطل نعتزل وإلا نعرس، نعتزل ولا نعرس، في الأخر اخترت أني نتزوج. دفعني الثمن حياتي كاملة، تعب من اللي أنا صغيرة، من اللي عمري تقريبا 10 سنين وأنا في الدومين نجري باش نوصل، كي وصلت بالحق باش نولي فنانة مشهورة، ضيعت كل شيء في لحظة، ضاع كل شيء، مشي كل شيء. وعلى فكرة جبت منه هو، جبت عبد الرحمن ورميسة، معناتها حتى كي نقول أنا ضيعت عمري كل، معناتها ما نجحتش في الفن وكي جاتني الفرصة ضيعتها، نقول الحمد لله أني على الأقل ربي عوضني برميسة وبعبد الرحمن. شوفي هي أيست شوي، مش نقولك أيست شوي، برشا أيست، خدت لي هي نيفول كانت فيه، وصلت برشا في مصر، تعرفت على برشا الناس مخرجين كل شيء أونيفو في الفن في الغناء ولا في التمثيل. من بعد هيك لقيت روحها حتى كي تخزر الشكل هتقول شبيني هكا، ما عادش انا كيف مش نبدا، كيف الفن صعيب، الفن يحب شكل يحب زين، حتى صوتي ما عادش كيقبل، الوغ ايش باش نعمل في حياتي، كيف مش نرجع، كيف اللي عملته الكل في مصر مشي طاح في الماء، ايش باش نعمل، ان شاء الله ربي يعوضها. ولا صعب من هذا، احلام عندها توا 3 صغار في مسؤوليتها، ولدها الكبير من زواجها الاول وولادها الصغار من الثاني، وأحلام ما تعرفش تخدم خدمة أخرى، حياتها الكل فن وغناء من اللي هي صغيرة، ولازمها تعاود تبدأ كل شيء من أول وجديد. ما عاديش كومش يصرف لي على أولادي، لازمني أنا نرجع نخدم على روحي، نقف على ساقي، لازمني ننسى هذيك الكل على خاطرهم هما. عندي 3 صغيرات، لازمني نفكر فيهم، لازمني نختم. صحيح أنا المرة الأولى ضيعت الفرصة، لكن الفرصة الثانية مانيش باش نضيعها. الغلو كي نجم يبدل فيها برشا حاجات، سورتو هي ديجا قررت مادام وصلت المرحله ذي، هي قررت اللي هي باش تنطلق الانطلاقه الجديده نتاعها وباش تنجح ان شاء الله باذن الله، باش يبدل فيها برشا حاجات باش تبدل فيها. محتاجه ناس تمد لي ايدها بالحق، محتاجه حد يقول لي محليك، محتاجه حد يقول لي ايقف فيق على روحك، راه عندك صغار، فيق على روحك راك ما زلت صغيره. لكن من الحاجات اللي مخلين احلام تهرب وتخاف تعاود تطلع سيغ سين بدنها اللي تبدل برشا في أقل من 5 سنين. هذا التايم تاعك؟ عندي هذوما بالنسبة للسريول زيادة، تاي ولا تاي كبير معاش كيما قبل. قبل مثال عندي حاجات مستحظة بيهم بينسور، ربما خاطر يعزوا علي على الأخر، عندي هذوما
هذا أنا قبل كنت 45 كيلوغرام وتوا برسك 75 كيلو. أحلام قررت باش تتبدل، وأحنا في السر اللي فيك قررنا باش نعاونوها باللي نجمو باش فنانتنا تاخذ فرصة ثانية وترجع تطلع على المسرح وتحقق حلمها باش تولي نجمة. وفي الحياة كل شيء بالأمل والعزيمة ممكن. الليمون اللي غاروا مني وقالوا لي اش عجبك فيها، وجاوبت اللي جهلوا فني خذ عيني شوفوا بيها. المشاكل وجهه بدن أحلام، الحل الأمثل والأسرع البارتنير متاعنا ماي هيلث أند بيوتي سنتر بودي لاب ميتويل فيل المنزه، وينخذينا الأحلام غانديفو باش تعمل دياجنوستيك الوجهة بسكين أناليزر. Bonjour. Alors, j'étais dans Ahlem, candidate m'tana. Marhaba. Je diagnostic de l'appareil Skin Analyzer. Marhaba bikoum fi My Health and Beauty Center and Body Lab El Manza. Tfaddou معايا. Merci. Achek. Ahlem taw chna amal lak diagnostic de Skin Analyzer. Adeb chwarik chno les imperfections et les défauts li mawjoudin fi poum tak. Donc taw bach nhat lak les lunettes de protection. Taw bach tkhar raskoun. سي بون احلام خرج راسك تا طيب شنو نبعث الغابور هذا السبيسياليست وهو يقول لك شنو البروتوكول دو سوان باش نعملو. اوكي. وتوا دياغنوستيك اخر السيلويت سكان واللي يتمثل في بيلان مورفولوجيك كامل يخلينا نفهمو بدقه الستاتو بونديرال نتاع احلام الكومبوزيسيون كوربوريل نتاعها وفين الغريس كونسنتري اكثر وخاصه درجه الريسك نتاع الغريس فيسيرال اللي هي الشحم فوق الاعضاء. البيلان هذا لازم باش يحضروا لها في الهيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب بروغرام داماسيسمون سور مزور. البيلان هذا باش نهزوه هو والدياغنوستيك نتاع سكين انالايزر للدكتوره بكار الميديسان استيتيك اللي قبلت باش تعاون فنانتنا احلام. بونجور دكتور، سافا؟ شنو احوالك؟ لاباس وانتوما؟ الحمد لله. رجعت لك المره هذه معايا كونديدات جديده احلام. جاوني لي مزور اللي خلاوهم لها في السنتر. دونك effectivement عندك شويه ميزان زايد. عندي برشا خلف هذه عندنا الماس غراس تاع العزيده شويه الغريس فيسيرال تاعها، دونك هذه الكل يلزمنا نحسنوه بالكدا. تعرف الغريس فيسيرال والبورسنتاج دو ماس غراس اللي هما يمثلوا خطر للصحه، دونك يلزمنا نحيوهم. دونك نعطيك حميه غذائيه دونك تبعها بس سا سخا بيرسوناليزي لك انت، معناتها حسب ذوقك انت شنو تحب الماكله اللي تحبها شنو ما تحبهاش. اي بي زيد انا ننصحك باش نقترح عليك تعمل سبور معنا في السنتر. لازمها بيان سور سي اوبليغاتوار. نقترح عليك تي سويك نجيبك سا سخا ان كوتشينغ بريفي معنا في السنتر ان شاء الله. وبعد كان قعد هكا شويه مزيان عندنا دوت اوبسيون بيان سور. هي نعرف اللي مقلقتها برشا كرشها، دونك كان قعد شويه مزيان شويه غريس قاعده في كرشها لوكاليزي غاديكا عندنا دوت موايان باش نحيوها. معليها كلمه جد صحيح وتورينا هكا الفولونتي ولا سيديتي انا عندي فيها ثقه احلى ان شاء الله. هو مرجع كما كنت وكا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو دكتور عايشه. احلام عندها مشكله اخرى مقلقتها، سنيها صفر شويه وصغار ومضحكها مش عاجبها بالكل. وللمشكله هذه خذينا لها رانديفو مع الدكتور باشتوبجي شيروجيان دونتيست سبيسياليزي اون امبلانتولوجي. دكتور باشتوبجي قبل بشيخ واحلام اون شارج خاصه وانها من مده مهمله سنيها. بونجور دكتور. بونجور مروه. صباح الخير. عسلامة دكتور. تفضل. شفت لك احلام الكونديدات نتاعنا. وي سنيها يقتلوا اما هي مش عاجبينها. دونك مش عاجبين نحب بلانشيمون. على خاطر انا نغني هذاك عليه و والفم مهم برشا مهم برشا، ديما يبدا يزمو يلق ويبدا ابيض محلي. اي نجمو نوصلو ان شاء الله. ان شاء الله. دونك بلانشيمون انت شنو لي زابيتود اللي عندك؟ تاي والقهوه؟ لي شويه قهوه في الصباح هكا هو صالين لا دخان لا حتى شيء. بي تو نحاولوا نعملوا بلانشيمون و سويفون ليتا دي دون لازم ان اكزامان قبل نشوفهم ومن بعد نقرروا شنو نعملوا. يوليو لها بيض كما تحب؟ يوليو كما تحب ولا خير. ميرسي.
هاي تفضل. يعيشك دكتور. بعد دياغنوستيك متاع مشاكل سنين أحلام اكتشف نوتخو شيروجيان دانتيست اللي أحلام لازمها دي تختخاج على خاطر كيف ما نعرفه لو تختخ يمثل واحدة من أكبر المشاكل اللي تهدد صحة الفم وتنجم تتسبب في أمراض أخرين. عمل دكتور باش توبجي دي تختخاج للكانديدات متاعنا ومن بعد عمل لها تصاور الفمها باش يخدم لها دي فاسات باللوجيسيال سمايل ديزاين اللي ياخو فورمة الفم الخشم والعينين باش لي فاسات يكونوا هارمونيوز مع الوجه كامل. سنين أحلام صغار وما همش مستويين ولي فاسات هما الحل باش توصل للضحكة اللي تحلم بها. عندك لادون فراكتوري هذيك لامولير نبغى لا تريتي ونعاودو لوبتوراسيون نتاعها باش نعملو لو كونسيبت دو هوليوود سمايل. شنو جملة واحدة؟ اي سي لا بوز دي فاسات انت باش نبدلو الضحكة تولي مزيانة كيما حبيت انت وليو سنين بيض زيد. عايشك ميرسي ميرسي والله ميرسي ميرسي ليكم الكل والله ميرسي ليكم الكل عايشكم. لي فوتو اللي خديناهم توا باش نعملو بيهم ليتود استيتيك ونشوفو لو تراسي دو دي فاسيت كومون اون لي فير اون هارموني افيك لو فيزاج. فوالا ميرسي دكتور والله ميرسي ليكم الكل والله ميرسي. عاودنا رجعنا اليوم مع أحلام الكابينة دكتور بكار بالكونسنتمون إكليغي اللازم قبل أي أكت متاع ميدسين استيتيك مهما كان نوعه. اليوم باش تفسخ الدكتورة أثار السنين والإهمال من وجه أحلام. في الإكزامان كلينيك اكتشفت الدكتورة مشاكل الفوليوم في وجه أحلام وخاصة البوس اللي في خشمها والغلاشمون الواضح في دورة وجهها مع ديغيد في جبينها بين حواجبها ديغيد زادة دايرين بعينيها وفمها ومشكلة أخرى تتمثل في شفايفها الجيدين. باش تبدا توا دكتور بكار في ليزانجيكسيون بالاسيد ياليورونيك باش تنحي لي غيد ولي بلي هذم الكل وباش تعطي أكثر فوليوم الفم أحلام. والاسيد ياليورونيك هو برودوي موجود ناتوريلمون في البوم تاعنا نفقتوه بالعمر. أما مشكلة الغلاشمون باش تستعمل الدكتورة لي فيل تونسور باش تعاود تصور لوفال متاع الوجه. بعد أيامات رجعنا مع أحلام للهيلث أند بيوتي سنتر بودي لاب الموجود بين ميتويل فيل والمنزه. لهنا الكانديدات متاعنا تعمل في السويفي متاعها باش تضعف ولهنا زادة تعمل في السبور. تري بيان أحلام تري بيان. مش كيما السيونس الأولى مش كيما توا تحسنت تبارك الله بالكدا كاباسيتي فيزيك متاعك وليت سافا وليت تنجم تقعد معايا 30 مينوت على التابي. كيفاش تحس في روحك انت ديجا معناتها؟ في روحي على الاخر محليني هكا خفيفه نهب اللي عنده كوتش كيف كنت شنو؟ بركه واللي عندي زاد كونديدات كيف كنت زاد عايشك يعطيك الصحه. دونك هاي نكسليري شويه نكسليري هاي جاريه شويه يلا هاي بتيت فولي هاي تري بيان تري بيان. تنفس خذ نفس بالكدا خذ نفس. لي بودي لاب سبيسياليزي في الامانسيسمون مع كوتشينغ بريفي و بيرسوناليزي نلقاو فيهم دي بروغرام سبورتيف ادابتي للي كاباسيتي فيزيك متاع كل واحد تحت اشراف طبيب بارتنير والهدف نعاودو نصورو سيلويت بذكاء ومن غير ما ناخذو ريسك انو الصحة تضر. بونجور دكتور عسلامة سافا عسلامة عايشك صافا شنو احوالكم؟ الحمد لله لاباس. اليوم نورمالمون باش تقول لنا كان تستحقش دي روتوش ولا لا وانا هكا تشوف فيها تبارك الله عليها انت تقول لنا هكا. دونك احلام عندنا 15 يوم اللي عملنا لي سوان هكا ولا ايه دونك الريزولتا ظهرت بالكدا توا بالنسبه للي غيد دو فران جو فوا بلو دو غيد دونك لي انجكسيون تاعنا ايل سون ريوسي الرينوبلاستي دونك جو فوا بلو دو بوس اللي كنت تشكي منها مقلقتك يا بلو دو بوس دونك الفورمه تاع الخشم تقدت بالكدا دونك لو فان دو فيزاج اللي بارفي تحسن بالكدا دونك بالفيلتونسور اللي عملناه ان شاء الله شفيف زاد الفورمه نتاعهم عجبتك. قل لي انت في الاخر بالنسبه لي انا سوي تري ساتيسفايت جو فوا اوكون اسيميتري دونك لو ريزولتا اللي تري ناتوريل سي تري بيان. قل لي انت اش قال الحقيقه عجبتني على الاخر محليها سيرتو البوس لهنا هذيا اللي تنحات شفيفي زاد ولا محليهم صبر الحمد لله ساتيسفايت الحمد لله سيرتو ناتوريل كيما قلت سي تري ناتوريل دونك نحكيو شويه على الجيم تاعنا احلام سافا قاعده تبع فيه ريجيم قاعده تنقص بالبزاف بالبزاف دكتور
واش برشا برشا شويه توا ناخذوا الميزان دونك في البادجي لاب المنزه باش تاخذ الميزان تو نشوفوا بلبزة ولا دو توت فاسون لازمك تكمل احلام حتى اللي نخلطوا لي زوبجيكتيف نتاعنا كملوا باللي سوا دامانسيسمون باش نسقلوا بالكدا البدان نتاعنا وانت هذا اللي تحبوا جو بونس اكيد داكور دومي دونك واصل في الريجيم نتاعك اوكي ميرسي دكتور ميرسي وباش نسقلوا بدن احلام عاودنا رجعنا للهيلث اند بيوتي سنتر بوديلا بالمنزه وين فنانتنا باش تعمل الكريو ليبوليز اللي تدمر لي زاماغريسو من غير حتى ريسك على تيسو في البدن مع الكريو ليبوليز اللي نلقاوها في الريزو دي سنتر بارتنير سر اللي فيك نوصلوا نقصوا بين 4 ل 8 سنتي في السيونس الوحده ومازال احلام باش تعمل سوا اخر واللي هو البالبي رولي كوبلي مع الراديو فريكونس اللي حسن بصفة كبيرة برشا في الإلاستيسيتي متاع البو خاصة وقت اللي نبدأ نضعفو معهم زيدا سيانس متاع كافي سوكسيون إكسكلوزيفيتي متاع الغيزو ماي هيلث أند بيوتي سنتر بودي لاب اللي كيف الكريولي بوليز تقطيع الغريس اللي تبدأ لوكاليزي في بارتي من البدن وما تحبش تتنحى بسهولة شنو السوان اللي باش نعملوه الأحلام اليوم؟ اليوم باش نعملو الأحلام لو سوان سكين ليفت اللي هو سوان ديستيني بور أوغمونتي لإلاستيسيتي دو لابو إي رافيرميغ لابو باش نبداو من الأول بالأكوا كلين بور لو نيتواياج أون بروفوندور دو لابو بعد باش نعملو الراديو فريكونس فراكسيليزي بالأباراي إير ليفت وبعد باش نعملو الميزوديب اللي هو تكنيك دو ميزوثيرابي سونز ايغوي بار الكتروبوراسيون باش ندخلو للبو دي برينسيپ اكتيف باش البو تتلقو بور ان افي تونسور اي ليفتون نبداو ملا وي بيان سور نبداو يلا ولي سوا انتياج هذوم الكل اونيك في تونس بفضل دي زاباري من اخر لي تكنولوجي في العالم سيرين احلام كيما تشوف شعرها تاعب على الاخر سورتو ما عادش نحكيوش على البوينت نحكيو على لونغور تاويك حاله حكيت انا وياها قالت لي تنقصوه قلت لها قبل ما نقصوه تشوفوا مع سيرين سختن ما تلقى لنا الحل دونك باش نوا تنصحنا اي باش ما تقص شعرها لازم تصلحوا بالكدا دونك جو ريكوموند لا غام السيف دو لوريال توتال روبير 5 اللي هي سي اون غام ريباراتريس الغام هذه اون سوليوشن بور لي 5 بروبليم دو شفو كيما اللي عند احلام الشعر الشيح والمترشق لي بوينت فورشو والتعب دونك الغام هذه تصلح انتونسيمون وتغذي الشعر دو ميليغاسيون جوسكو بوينت وتخليه بلو ريزيستون الغام هذه فيها لو شامبوان لابري شامبوان ماسك بدي زيت لا كريم كوافونت اللي هما اباس دو بروكيراتين وسيراميد حبيت نحكي شويه على كريم كوافونت اللي هي لا بروميير كريم كوافونت pour les cheveux abîmés الكريم كوافونت elle coiffe les cheveux كيما في الكام تاع احلام ماذا بيها ماش تستعمل برشا سيشوار دونك تستعمل اون كريم كوافونت هكيكا تعطي ليساج بارفي و en plus anti frisotti pendant 48 heures هاي ذي تنجم تستغنى معناتها كي تعملها كل سيشوار معناتها ما تستحقش سيشوار فوالا في باليش انا في بالي تعمل قبل هذيك بدي زيت نش تعمل قبل ومن بعد اما لا كريم كوافونت هكيك باش تبعد برشا على البروشينغ وكل في الكام تاع احلام خاطر شعرها تاعب برشا بيه جربوا داكوغ يلا هزينا احلام اليوم لسانتر فيوليت باش يلقاو لها حل لشعرها اللي مقلقها واللي فيه دي فريزوتي خايبين والحل هو الكيراتين اللي باش يطلقو ويعطيها توشي سويو وزيد يحمي الشعر ويغذيها سواء يعاون برشا في حمايه الشعر